السلام عليكم. اليوم نروح الولاية تاع بشار لنقف على المشاريع الضخمة نتاع تحويل المياه الجوفية تاع لاماب البيان اللي نعرف انه فيه كميات هائلة من المياه على امتداد كل الجهة الشرقية الى حدود ليبيا وتونس. كل هذه المنطقة فيها كمية كبيرة جدا من المياه ولا بد من استغلالها، لان فيه مثلا كليبيا هي تستغل هذا الخزان تاع المياه بطريقة غير مسبوقة، فيها استغلال. اذا علاه احنا ما نستغلش هذا المياه اللي هو الخزان هو نفسه هو واحد؟ اذا فيه عملية تحت تحويل هذه المياه من الجهة الشرقية نحو الجهة الغربية باتجاه ولاية بشار، لنعرفوا انه بشار فيها مشاريع ضخمة راهي قيد الانشاء في على مستوى ولاية بشار اذا، وكذلك ولاية تندوف في ميدان استغلال مناجم الحديد. اذا فيه عملية تاع تحويل تحويلات كبرى، ما يسمى بالتحويلات الكبرى نتاع المياه من الجهة الشرقية نحو الجهة الغربية واستغلالها في هذه المشاريع الضخمة لتطور المنطقة هذه. وكذلك فيه مشاريع في ميدان التصفية ومعالجة المياه المستعملة على مستوى مدينة بشار، إذن بالموازاة مع العملية نتاع التحويل وتخزين المياه في الولاية. نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم. وبولاية بشار وتيرة متسارعة تشهدها مختلف مشاريع قطاع الري والموارد المائية، وهو ما وقف عنده وزير الري والموارد المائية طه دربال خلال زيارة عمل وتفقد. بوتيرة جد متسارعة يتم إنجاز محطة تصفية المياه المستعملة بولاية بشار، فبعد سنتين من انطلاق الأشغال بها ها هي اليوم تدخل مرحلة التجارب الأولية. محطة ستسمح بتصفية وتطهير ما يزيد عن 55 ألف متر مكعب في اليوم من المياه المستعملة. الآن على مستوى المحطة أكثر من 300 عامل، وهذا المشروع أنجز من طرف شركة جزائرية وإطارات جزائرية ومكتب دراسات جزائري 100%. بالوتيرة ذاتها يتم إنجاز المنشآت القاعدية لمشروع القطراني لتحويل الماء الصالح للشرب بالولاية، بدءا من حفر الآبار ومحطات الضخ وقنوات النقل، وصولا إلى الخزانات والتي ستفوق طاقة استيعابها في المجمل 100 ألف متر مكعب، بحيث تعمل الشركات المنجزة لساعات متأخرة من الليل دون انقطاع من أجل تسليم المشروع في أجاله المحددة. مقاولة الإنجاز كما تعرفوا مقاولة وطنية، وعندهم لي كاباسيتي، عندهم لي مويا إيما ولا ماتيريال، الحمد لله. طلبنا من الشركات المكلفة بالإنجاز باش تعمل على تقليص مدة الإنجاز حتى نمكنوا المواطنين من الاستفادة والفرحة بهذا المشروع ودخول حيز الخدمة في أقرب وقت ممكن. هي مشاريع حيوية تمس قطاع الموارد المائية بولاية بشار، تنجزها شركات وكفاءات جزائرية محضة تضع من خلالها الدولة المواطن في صلب اهتماماتها، ولعل توفير الماء له من أهم هذه الاهتمامات.